السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج فضائل السور، والذي نتحدث فيه عن معطيات بعض سور القرآن الكريم. تفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدين، من معطيات سورة الناس المباركة روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ هذه السورة على ألم سكن بإذن الله تعالى، وهي شفاء لمن قرأها. وروي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأها عند النوم كان في حرز الله تعالى حتى يصبح. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأها في منزله كل ليلة أمن من الجن والوسواس، ومن كتبها وعلقها على الأطفال الصغار حفظوا من الجن بإذن الله تعالى. مشاهدينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فضائل السور. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله في أمان الله.